إعلان عودة الدراسة حضورياً في لبنان والمواطنين بيردوا كيف نرجع؟ وهل ستقاضي الملكة إليزابيث هاري وميغن؟ مصادر في القصر بتأكد، ودموع والد جمال بن إسماعيل في تكريم نجله تبكي الجزائريين. أهلاً بكم. أزمات لبنان متواصلة ومتصاعدة، يعني عندكم أزمة وقود ومحروقات وأزمة كهرباء وأزمة دواء، ومؤخرا كمان في أزمة رغيف وأزمة عطش ومياه. يعني من الآخر الشعب مخنوق وواصل حده فعليا، وفي جدل جديد وأزمة جديدة، هذه المرة مرتبطة بالطلبة وأهاليهم والأساتذة. فقبل ساعات طلع وزير التربية طارق المجذوب في مؤتمر صحفي وأعلن عن العودة للمدارس والجامعات والمعاهد. خلينا نشوف إيش قال. باختصار شديد، كي لا أطيل أكثر، بما أننا جميعا نريد الحفاظ على التربية، علينا التكاتف بين الوزارة بقطاعيها الرسمي والخاص، علينا أن نتكاتف بين الوزارة والوزارات المعنية، بين الوزارة والمجتمع الدولي والمحلي لفتح المدارس. إن القطاع التربوي أمام خيارين لا ثاني لهما، نفتح مدارسنا أو نفتح مدارسنا. طيب طبعا شفتوا بنفسكم، المجذوب قال إن القطاع التربوي أمام خيارين، يا يفتحوا المدارس يا يفتحوا المدارس. والمناسبة هذا المختصر جاء بعد حديث امتد لنص ساعة اشتكى فيه أنه النظام السياسي في لبنان ما أعطى أولوية للتربية والتعليم، كمان استشهد بدول الجوار وأنها حتعود للمدارس، وقال أنه حتى الدول اللي شهدت أو عانت الحروب ما قفلت أبواب مدارسها. وأيضا أتكلم عن تأمين لقاحات كورونا بشكل مجاني للأساتذة والطلاب. على العموم اللبنانيين من وقت ما تم تداول أنباء بالأمس على لسان المجذوب بتفيد بعودة المدارس، ومن هذاك الوقت انقلبت الدنيا، وانقلبت الدنيا طبعا تحديدا على الوزير، واللبنانيين انطلقوا على السوشيال ميديا وعبروا عن استغرابهم كيف ترجع المدارس بدون أي مقومات للمعيشة. والفكرة اللي استفزتهم كمان بزيادة هي اعتماد الوزير للعودة الحضورية، يعني أنه الطالب إجباري يحضر على أن تبدأ الدراسة يوم 27 سبتمبر. بالمناسبة رابطة أساتذة التعليم الثانوي في لبنان هي كمان عارضت قرار الوزير وانتقدته، وصارت تطرح عليه مجموعة من الأسئلة زي مدى علمه براتب الأساتذة، وكيف هذا الراتب حيوصل ويكفي للبنزين، وإيش وضع المدرسين المتعاقدين، وإيش صار بالنسبة لتعديل رواتبهم، وأسئلة ثانية بتتعلق بغياب مقومات التدريس وغيرها من الأسئلة. على العموم ينضم إلينا من بيروت الصحفي والخبير في مواقع التواصل عمر أصأص. أهلا فيك معنا يا عمر. يعني يمكن اليوم أخذت جولة أنا سريعة على تويتر وفيسبوك، والتعليق اللي لفت انتباهي اللي تكرر كثير ناس كانوا بيسألوا في أي كوكب عايش الوزير، برأيك في أي كوكب؟ نعم، أنا باعتقادك عمل المؤتمر الصحفي من جزر الماوماو، أكيد ما كان بلبنان، لأنه بندعيه نحن كمواطنين لبنانيين يجي من جزر الماوماو ويعيش معنا. على أي أساس وزير تربية ببلد منهار من كل النواحي من كل القطاعات بيقول أنه ما عنده غير خيارين، اللي هو خيار واحد أنه العالم تروح على المدرسة؟ معه خبر وزير التربية
انه كل التويتر وكل الفيسبوك وكل الانستغرام وكل التيك توك وسناب شات وشو بدك مواصل التواصل الاجتماعي بالعالم عم بتقله معنا بنزين نروح على المدارس. في مازوت بالمدارس اللي برات بيروت اللي الطالب ممكن يموت بقلب المدرسة اذا ما جابوا له صوبيا اي دفاية او شوفاجات. في كهرباء بقلب المدارس قادر يأمن طبشور للمدارس؟ اكيد لا. باي يعني ما بعرف شو هي الفيجن اللي ماشي فيها وزير التربية بهيك لحظات يطلع يعطي مثل ديت ليفتحوا المدارس بوقت حرفيا العالم همها بس شغلة واحدة بلبنان، كيف بدي اكل وكيف بدي خلص نهاري. أيوة. نحن بس عمر يعني دفتر يمكن دفتر للتلميذ كنت بقول ده اقول لك يعني يا عمر انه كمان لا بس كمان اذا هو وقف الدراسه الناس حتقول انه التعليم راح وكذا، واذا قال الدراسه من البيوت الناس حتقول الانترنت حيقطع والكهرباء ونفس الامور. فايش الحل فعليا في هذا الموضوع؟ يعني يبدو انه لازم يتوقف التعليم مثلا؟ لا مش يتوقف التعليم، بس في مثل ما بيقولوا خط وسط، مش نروح اكستريم على النيجاتيف او اكستريم على البوزيتيف. يعني لو وزير التربيه فور اكزامبل يعني عطى التلاميذ او اهل التلاميذ اللي ما بيقدروا يكون عندهم كهرباء في يو بي اس راوتر، اوكي هيدي يمكن رسمالها تقريبا شو $8 او $7 اذا بيجيبوا كميات للتلاميذ اللي هيدي بتضاين 8 ساعات الانترنت عليها، اوكي يعني انت ما بحاجه لكهرباء اذا على الايباد فيك تجيب انترنت. في 1500 حل ممكن الواحد في يجي يقول نحن بس لما نخلص من هيدي الازمه، نحن بدلتا، نحن بازمه فيروس دلتا، سرعه انتشاره ضرب 163% من سرعه انتشار كورونا، نحن عندنا 1950 طيب. حاله كل يوم كورونا، نحن المستشفيات مفوله، هو الوزير بيحمل تنتشر دلتا بالمدارس اللي هو بحسب الدراسات بيقولوا انه بصيب الكبير وبصيب الصغير، وهل اللقاحات حياخدوها التلاميذ والمعلمات؟ يعني في شيء منه منطقي بيحكي الوزير بالحضور 4 ايام، في يمكن كان يقول حضور يومين واربع ايام اونلاين. هي يعني على العموم يعني كل ازمه يعني بتوصلك لازمه ثانيه وبتدخلك لازمه ثانيه للاسف. بس خليني كمان عمر حابه كمان اتكلم معك واسالك عن تصريح اخر مواقع التواصل ضاجة فيه، هذه المرة للمديرة العامة لمنشآت النفط في وزارة الطاقة، واللبنانيين صراحة مستلمينها خلال الساعات الماضية بسبب اللي قالته. خلينا نشوف المقطع. سعر البنزين هلأ صار أكثر ما المواطن بيقدر يحمله. يعني في البعض بدهم يخففوا مشاويرهم شوي، وخاصة أول فترة ليتعودوا، لأنه علمتنا الأحداث أنه اللبناني أول شيء بلاقيها كبيرة بعدين بتلاقيه بيتعود عليها. خففوا مشاويركم يا عمر. نعم بالبداية صعبة بس حتتعودوا بعدين. عادي بالغرفة الثانية حد وزير التربية بجزر الماوماو، يعني هني حد بعض بس بيطلعوا من غير غرف. المشكل إنه الحرب بالنظارات هينة. بيجي شخص بده يتفلسف على اللبنانية وهو بموقع سلطة وسياراته مفولة وامتى ما بدها بتعبي بنزين، بدها تفلسف على اللبنانية إذا هي بس راحت من مشوار من طرابلس لبيروت بيروت صيدا وهي بتشوف إنه الطرقات فاضية ما فيها سيارات، واترح ما في سيارات في توابير بنزين. فياريت ما تتفلسف علينا، وهي لو ما بدي أغلط بس هي لو فيها ذرة بس هيك تفكير أو بعد نظر ما بتقول هيدا التصريح. هيدا مش أول مرة. مرة قالت 90% من أزمة البنزين هي الحق على الشعب اللبناني هيديك الأسبوع. هي حاطة أزمة التوابير مش على السلطة السياسية ولا على كارتلات النفط، هي حاطة أزمة البنزين على الشعب اللبناني. بتعرفي ليه؟ لأن بس تنزل عن نص السيارة ما لازم تعبي بنزين. هي قالتها هيك بحرف إنه انطروا لتفضى، هيك ما بيصير توابير. شخص بيحكيك بهالمنطق شو بدنا؟ كيف أي عقل بدنا نرد عليه؟ برجع أقول لك هي قاعدة بجزر الموماو مع وزير التربية، يعني شو ما يحكوا والله. يا عمر تعالي جاوب.
إيه والله يعني فعليا الموضوع محزن ووصل لدرجة يعني المضحك المبكي فعلا يعني بسبب هذه التصريحات بالإضافة إليها. على العموم شكرا لمشاركتنا، وكان معنا ضيفنا طبعا الصحفي عمر قصص. شكرا لك يا عمر. العلاقة بين العائلة المالكة البريطانية والثنائي الأمير هاري وميغان يبدو أنها بتسجل اليوم منعطف جديد مع تقارير إعلامية جديدة منسوبة عن الملكة إليزابيث بنفسها، يعني ممكن نقول أنها بتتكلم عن تحرك جديد تماما. فبحسب وسائل إعلام بريطانية فإن الملكة إليزابيث رفعت ضد حفيدها وزوجته شعار القضاء، وأمرت مساعدين ومسؤولين في القصر ببدء العمل على رد قضائي على ادعاءات الثنائي. هذا الكلام نسبته وسائل الإعلام البريطانية لمصادر من داخل القصر، قالوا أن الملكة غاضبة جدا وشايفة أنه خلاص يكفي اللي بيصير، أو زي ما بيقولوا بالإنجليزي أنه enough is enough، وأنه في حد اللي راح تقبل فيه الملكة والعائلة. السؤال هنا هو إيش اللي جد؟ كلنا عارفين العلاقات المتوترة بين الجانبين من وقت تخلي هاري وميغان عن واجباتهم ومغادرتهم العائلة المالكة والانتقال للعيش في أمريكا، وكل ما تبع ذلك من توترات وصلت طبعا لأقصاها بعد المقابلة الشهيرة مع أوبرا وينفري واللي حملت الكثير من الاتهامات للعائلة المالكة، وحتى استدعت ردود رسمية بعدها بخصوص اللي جاء فيها. لكن إيش اللي صاير جديد وفتح الكلام والتقارير عن حل قضائي؟ خليني أقول لكم باختصار إيش هو الجديد. أولا مثل ما قلنا تداعيات مقابلة أوبرا واللي جاء فيها واللي العالم كله تابعها وتصدرت عناوينها كل مكان لأسابيع. ثانيا نسخة جديدة منتظرة من كتاب Finding Freedom، هذه النسخة رح تطرح آخر الشهر، وفيها الكتاب زايدين أجزاء أو أجزاء جديدة عن مقابلة أوبرا وعن وفاة الأمير فيليب وزيارة الأمير هاري للندن، وكمان أجزاء جديدة عن خطط هاري وميغان للمستقبل. هذا الكتاب بالمناسبة هو سيرة الثنائي، وكاتبينه صحفيين مقربين منهم، لكن أكثر ما هو مثير للجدل الآن هو كتاب آخر وهو مذكرات الأمير هاري، وهذا منتظر طرحه العام المقبل. ومن وقت الإعلان عنه الصراحة قلب الدنيا، خصوصا وأنه متوقع أنه هذه المرة حيتضمن هجوم واضح وصريح على العائلة المالكة مثل كثير مما نقل عن الأمير من وقت مغادرته للعائلة المالكة. على العموم للتأكد من هذه المعلومات وغيرها ومناقشة الموضوع أكثر ينضم إلينا من لندن الصحفي المتخصص في شؤون العائلة المالكة والمشاهير نيل شان. أهلا فيك معنا نيل. هل فعلا ممكن تصل الأمور أن الملكة إليزابيث تقاضي حفيدها وزوجته؟ مرحبا ومساء الخير من لندن التي سماؤها مغطاة بالغيوم. المهم في هذه القصة هو أن الكثيرون يقولون أن الملكة قد سئمت، ولكن الأمر ليس كذلك، فالملكة لديها أفضل المحامي. ما تخطط به في الواقع هو فضح الادعاءات، وأعطيك مثال عن ذلك. تتذكرين عندما قرر هاري وميغان اتخاذ اسم ليلي بيرث، ليلي ديانا لابنهما، كان قيل أن الملكة وافقت على ذلك، ولكن هذا لم يكن صحيحا. إذن الملكة ترغب في أن يفهم الرأي العام حقيقة القصة، لأنه كما نعلم الآن بالنسبة لهاري وميغان فلهما الفريق العلاقات العامة، وهذا الفريق يقوم بسرد القصص ويتركون العائلة المالكة في الظلام، وبالتالي فصاحبة الجلالة ترى أنها سوف تصحح كل ما لا يروق لها، وهذا لا يعني بأن ذلك سوف يرقى إلى تحرك قانوني أو قانوني.
القضائي ضد الملكة، لكنها غاضبة جدا. صحيح هذا الكلام. يعني هي دائما عادة قصر باكنغهام يتبع سياسة عدم التعليق على أي شيء، لكن واضح أنها بالفعل غاضبة. وهل فعلا ممكن يكون هذا الغضب أكثر بسبب الكتاب المرتقب، واللي هو ناوي أنه يتكلم فيه الكثير من التفاصيل اللي قد تكون أو قد ضايقها أكيد؟ يعني أولا دعيني أشرح أن كتاب العثور على الحرية Finding Freedom هو قصة مهمة، وبالنسبة لهذا مجرد كتاب. قيل لنا بأن ميغل لم تتعاون في كتابة هذا الكتاب، والمؤلف مزج بين الأمرين واعتمد على مصادر ممتازة. ولكن عندما تكتبين كتابا وعندما تعلمين أن العائلة المالكة لن تصحح ما فيه، فإن يمكن أن تقول الكثير من الأمور. عندما تنظرون إلى القصة هناك الكثير من الأخطاء فيها والأمور غير الصحيحة، لكنها قصة جديرة بالقراءة. ولكن لا يجب التسليم بمحتوى هذا الكتاب، هناك الكثير من الأمور التي تم تفنيدها، والكاتب بنفسه هو كاتب في الجرائد الصفراء ويعرف كيف يبيع الكتاب. فإذا أعتقد أن ربما هذا يرقى لمسلسل تلفزيوني كقصة لهذا النوع من الدراما، ولكنه ليس بالتأكيد صحيح. طب لكن إذا انتقلنا للحديث عن الكتاب المرتقب مذكرات هاري اللي هو رح يكتبها، دائما ما يقال إنه هاري يحب جدته، فإذا هو يحب جدته لهذه الدرجة وهو مفضل عند جدته، هذا الكتاب سيؤذي العلاقة بشدة، يعني الكتاب الجديد. أولا أتساءل في إذا ما كان هذا الكتاب سوف يصدر حقا. فما يهم هو أنه ربما هناك بعض المسؤولين في العائلة المالكة قد يعرضوا على هاري وميغن مبالغ مالية لسحب هذا الكتاب، وهناك طبعا الرغبة في الإثارة لدى البعض. عندما نفكر في هذا الأمر، نحن رأينا لدى هاري وميغن أفضل ما يمكن أن يقدمه من خلال مقابلة أوبرا وينفري، ولا أعتقد أن هناك فعل الأشياء يمكن للكتاب أن يتضمنها ليزيد من مبيعاته. وأعتقد أن هناك بعض الأموال التي دفعت لسرد بعض القصص، وأعتقد أن الكثير من الرأي العام البريطاني يعلمون كل شيء، وبالتالي لا أعتقد أن هذا الكتاب سوف يكون به الكثير من الجديد. طيب نحن بنشكرك على هذه المداخلة. كان معنا من لندن الصحفي المتخصص في شؤون العائلة المالكة والمشاهير نيل شون، وحنشوف إذا الكتاب نشر ولا ما نشر. وعلى العموم دائما هم في العناوين، فحنشوف. شكرا لك. فاصل ونعود مشاهدين. أهلا من جديد. تطورات متسارعة بتشهدها قضية الجزائري جمال بن إسماعيل الفنان والرسام الشاب اللي جاء علشان يتطوع خلال حرائق الجزائر، لكن جماهير غاضبة اشتبهت فيه بأنه ساعد في إشعالها لتقوم بقتله ومن ثم حرق جثته ظلما. الجريمة بتفاصيلها ما زالت تتكشف يوم بعد يوم، وآخر التطورات أنه المشتبه فيهم في قتله مثلوا صباح اليوم أمام وكيل الجمهورية بحسب صحف جزائرية. خلونا نشوف فيديو بيوثق لحظة وصول المشتبه فيهم لمحكمة سيدي أحمد خلال إجراءات أمنية مكثفة. الآن وصول المتهمين في قضية مقتل جمال والتنكيل بالجثة حالياً في محكمة سيدي محمد. السلام
الجدير ذكره أنه آخر بيان للشرطة الجزائرية حول الموضوع كانت كشفت فيه عن إيقافها 25 شخص مشتبه فيه جداد، اتضح أنهم بينتموا لشبكة مختصة في الإجرام مصنفة كمنظمة إرهابية، وبكده بيصل المجموعة المشتبه فيهم إلى أكثر من 60 شخص. على العموم في خلال كل هذه التحقيقات ادعوا الجزائريون كمان فيديو لرسام قيل انه من نفس مدينة جمال وهي مدينة مليانة، وبيظهر في الفيديو وهو بيبدأ في رسم الشاب الراحل في جدارية تخليدا لذكراه. خلونا مشاهدينا نشوف فيديو ثاني لوالد جمال بن اسماعيل بيبدو فيه متأثر لحظة ما شاف الشكل النهائي للجدارية ورفع الستار عنه. جا باش يكافئ خونا المكي الارتيست تاعنا. بلادي الجزائر يا بلادي، بلادي الجزائر. مشاهدينا وصلنا لختام حلقة اليوم، دائما لمتابعة فيديوهاتنا وأخبار أخرى وجهوا كاميرات هواتفكم للكيو آر كود الظاهر أسفل الشاشة وحتشوفوا كل مواضيعنا وصفحاتنا الجميلة على مواقع التواصل، وأنا أعود وألقاكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة في أمان الله.